مرة مرة خرافية. لا ما يحتاج عاد هذه برلين وين ما تروح في شيء زي تلقى حاجة تشدك يعني. لاحظت قبل شوي وين في مكان ما شيء زي هذيك جدد العمدان. العمدان اي نعم. طبعا الجزيرة هذه كانت شبه مدمرة بعد الحرب. عندك المتحف الجديد هذا طبعا هذا كان مدمر بالكامل بعد نهاية الحرب، وما كان باقي منه إلا الأسوار الخارجية فقط اللي هي هذه اللي هو المتحف الجديد هذا. كيف الأسوار الخارجية؟ كان باقي يعني عارف من الداخل كامل مدمر، وكان باقي بس تقريبا سور أو سورين خارجيين. جدران يعني؟ اي نعم. الباقي كان مساوى بالأرض. واو. اي نعم. وطبعا جددوه وتم افتتاح المتحف هذا عام 2009. طبعا الجزيرة هذا بدأ البناء فيها عام 1800 وحاجة، يعني بداية القرن التاسع عشر. المنطقة دي كلها الجزيرة يعني بالضبط. ليش سمينها جزيرة؟ شو ها؟ ليش مسمينها جزيرة؟ جزيرة لأنه زي ما أنت شايف النهر يحيط بها من كل الجهات ما عدا الجزيرة هذه، فعشان كذا مسمينها شبه جزيرة. المفروض يسموها شبه جزيرة، لكن هذا هو سبب التسمية. فهذه كلها جدد لاعبين علينا. اي نعم كلها جدد. مصممينها بشكل قديم. نعم زي ما أنت شايف حتى في الأشياء مقفلة. الجزيرة الآن تمر بمرحلة ترميم إلى نهاية العام 2019. وطبعا بنهايه العام 2019 يقدرون الزوار يخشون جميع المتاحف من غير يعني ما يطلع برا، خلاص انت تخش من متحف واحد تصير مشبوكه مع بعض تذكره كامله. ايوه تخش على كل المتاحف من غير ما تطلع برا، ولا تحتاج انك كل شويه تمسك سياره في المتحف. الحين انت كل متحف له بوابه وكاشير. ليش ما سووا هذا الشيء من قبل؟ والله ما ادري، ممكن هم ترى هم ياخذون وقت طويل في مرحله استيعاب الترميم يعني عارف انه خليك من الترميم كون انه هذه اشياء جديده. اي نعم. ليش ما خلوه متحف كبير؟ متحف واحد قصدك؟ ايه. عارف يبغون يخلونه انه اكثر مكان في العالم موجود فيه متاحف، اصغر مكان موجود. وهو فعلا الان هو كذا، هو اكثر مكان في العالم موجود قطع موجود فيه قطع فنيه اثريه. اوكي. نعم اللي هو اكثر من اكثر من اي مكان في العالم. حق فرنسا الجزيره هذه فيها، هي اكثر مكان فيها قطع فنيه اثريه. اي نعم. فيها اتوقع فيها اشياء اسلاميه واشياء عربيه. اي نعم مضبوط. المتحف الجديد هذا هو المتحف الجديد، هذا طبعا فيه جزء كامل عن التراث المصري. جزء كامل. اوكي. شوف حط قفل وخلاص. خلص دوام. اي نعم. مع ان الى الان ما حد مستوعب كم الناس تتوقع ان الصباح مره، لكن الساعه 6:30 المغرب. نعم 6:30 المتاحف تقفل في هذه الاوقات، يعني تقريبا 7 بالكثير، يعني المدينه تقفل في 8 ما عدا المطاعم طبعا. بعض البقالات. بعض يعني طبعا في كل حي لازم يكون في 3-4 محلات تبقى 24 ساعه، بس انه يكون فيها ضروريات فقط، مشروبات وبسكوتات اشياء خفيفه. غاليه. نعم يكون دائما السعر زايد 20 الى 30 سنت، يعني مو ذاك الفرق يعني. اساسا لانه بيدفع اصلا رسوم اكثر اتوقع. والله ممكن، بس ممكن بس لانه يحتاج اصلا موظفين اكثر، لان تعرف لازم يكون عنده شفتات اكثر. طيب انت من متى عرفت المنطقه؟ والله طبعا انا اول ما جيت، طبعا انا جيت هنا مع اختي. فهم بدوا دراسه قبلي، لان انا كانت عندي مشكله بحيث اني نقلت من المدينه، انا متعت اصلا في مدينه دوسلدورف، فاضطريت اني انقل هنا مع اهلي. فكانت عندي تقريبا حوالي 2 أو 3 أسابيع كنت فاضي فيها. فيا مره بالكاميرا حقتي يعني، اختي تداوم على المعهد وانا داوم بالكاميرا، وهذه شغلتي رايح جاي يعني. هذا الحين واضح انه هذا متحف برغامون. طبعا هذا مقفل تقريبا 2 قدام هذا. اي نعم. طبعا مو كامل، جزء صغير منه. الحين لحظه الحين هذا صدق مثلا اثار قديمه، اثار حرب ولا شيء؟ ما ادري هو اثار حرب ولا لا، انه او بس ممكن انه بس على قولهم يعني عثى عليه الزمن خلاص. واضح في ضربه، ما هو ب والله ممكن تكون ان اثار الحرب العالميه الثانيه، زي ما قلت لك الجزيره هذه كانت شبه مدمره بالكامل. شبه مدمره. انترستنج. طبعا زي ما قلت لك انه الجزيره هذه استمر بناء فتره جدا جدا طويله، لانها مرت على كذا حرب، فتره البناء الحرب العالميه الاولى وقبل حرب الامبراطوريات في اوروبا. كل ما عمروها جت حرب وخربت. جت حرب ووقفوا. طبعا هم انتهوا من الجزيره بالكامل قبل الحرب العالميه تقريبا بخمس سنوات، وجات الحرب العالميه الثانيه قصدي. وجات الحرب العالميه الثانيه واتدمرت.
والله لو اني منهم لازعل والله خلاص ابطل يا اخي ايش اللي قاعد اتعب لا هم يعني تعرف انت الالمان مروا بكثير من الحروب وفي اغلب الحروب خسروا اغلب الحروب هم السبب بالضبط عشان كذا هذا كان له اثر على شخصياتهم يمكن لو تلاحظ ان هم ما يضحكوا شعب ما يضحك شعب ما هو اجتماعي كثير وهذا يعني بسبب الحروب اللي هم مروا فيها يعني طيب كم يعني ليش هذا الاهتمام عندك تاريخ والحضارات والله شوف انا من يوم ما كنت صغير طبعا كان حلمي اني اروح روما بسبب حاجه واحده بسبب الكولوسيوم اللي موجود فيهم مبنى الكولوسيوم هذا اللي هو وش انت الكولوسيوم اللي هو اللي كان فيه تصير فيها النزاعات والمضاربات حقتهم هذه اللي زمان زي فيلم غلاديتور والاشياء هذه شو اسمه المبنى الدائري هذا فيمكن من هذا الشيء صرت اهتم بالتاريخ وفعلا لما جيت هنا يعني لاحظت اني احب اروح متاحف كثير يعني لما نروح اماكن مثلا فيها طبيعه فيها ثلج اوكي ساعتين بالكثير طيب وخير يا طير ما في شيء يعني ما في شيء يشدني يعني لكن في المتاحف انك تتعلم شيء جديد طبيعتها جيده حاجة. فطلعت فيها نعم نباتات بالضبط. وطلع فيه لكن هذا الشيء لو جاء مطر 100 سنه ما راح يطلع متحف بالضبط صح فمن خلال هذا انطلقت انت في بحثك عن التاريخ نعم بالضبط من عن طريق المتاحف او حتى عن طريق يمكن في المعاهد علوم مختبرات طب مختبرات يعني طب مختبرات ما لك دخل نرى حاجتين جدا متناقضين جيد انه في شيء اسمه مثلا مهنه وفي شيء هوايه مضبوط مضبوط لا يعني حتى سفراتي هنا في اوروبا ممكن واحد يقول ايش هذا الانسان الطشان هذا اول سفره براغ مدينه تاريخيه ثاني سفره روما مدينه تاريخيه براغ كنا فيها صراحه شيء مره يعني لاحظتها انك انت من هناك تحس انك انا رحت كنت هناك حسيت اني عايش في قسطنطينيه يعني المدينه باقي قديمه تصميمها قديم شوارعها قديمه كل شيء فيها قديم وفيها قلاع وخربطه واشياء زي كذا حقت ايام مضبوط اللي هي قلعه براغ والاشياء هذه مضبوط طيب وين وجهتك الثانيه ان شاء الله فيينا مدينة تاريخية بإذن الله هي السفرة الجاية بعدها خلاص إن شاء الله ما أدري ممكن ندور لنا مدينة تاريخية ثانية نروح لنا موسكو ولا شيء ثاني عاد الله أتوقع أن وين أكثر حضارات كانت موجودة بس مالك دخل واضح إنك مالك دخل في الحضارة الصينية لا شرق آسيا ذولي ليه؟ الخيزران خشب ما أبو جدران والله ما أدري بس إنه تعرف ممكن إن عارف إن إحنا دائما كان عندنا احنا الفضول ان احنا نتعرف على الثقافه الاوروبيه هم المتطورين هم اوكي الصينيين دوبهم اللي تطوروا بالاخير يعني ما كانوا زمان يعني مثل الاوروبيين ولا مشكله الحضاره الصينيه انها بثلاث اعشاب صح 1000 سنه حضارتهم مره قديمه لها 1000 سنه صحيح. بس كلها شاهي وبيوت خشب ومدري وش وكاراتيه مضبوط صحيح وش طب ايش اكثر شيء يعني شد انتباهك في خلال دراستك يعني في اشياء واو اثره كذا فهمت قصدي؟ اها يعني مثلا انا ما كنت فعليا انا مره ما عندك احد في التاريخ لدرجه ان ابوي عقدني في ايام الدراسه جاء ذاكر لي تاريخ يفتح كتاب يقول يلا سمع كيف اسمع؟ انه فعليا ابغاني احفظ المكتوب في الكتاب مضبوط بالضبط ترى حتى انا كانت اخص ماده عندي في الدراسه ترى التاريخ للمعلوميه انك ما تعلمت بشكل جيد عارف ليش؟ لان احنا كنا نتعلم بالتلقين يعني مو انه محاوله انه واحد انه يخلون عندك انترست انك انت تبحث عن الشيء هذا يخلونك اوكي احفظ سمع صلح اختبار بالضبط واختبار كله متى واين ايوه بالضبط وخريطه وما خريطه من اشياء يعني هذا الشيء اللي ما خلانا نحب ماده التاريخ لكن الواحد لما يروح هو بنفسه يكتشف حتلاحظ انه شيء ثاني بالعكس انه شيء مره ممتع وشيء مره حلو يعني متى حسيت انه اوروبا تغيرت في التاريخ؟ كيف السؤال؟ من قصدك من اي سنه يعني؟ احداث لا مو بسنوات اكثر من كون اوكي انا يعني دائما اقول انه اوروبا تعلمت من بعد الحرب العالمية الثانية إنه مع الحروب ما في تطور. أوكي. وقفوا الحروب وخلاص وتعلم منها وصار يتطور. ممكن هذا شيء سلبي على إحنا دولنا العربية إن إحنا بطيئين جدا في التطور لأن إحنا ما كانت عندنا حروب كثير. فما احتجنا لأن نرمم من جديد. بالضبط. فأتوقع إن الحروب هي اللي تعلم الشعب تعلم الدولة إنهم كيف يتطوروا يعني.
يا اخي وش جزيرتكم ذي؟ المتاحف الدنيا مسكره. يعني متاخرين شوي، تعرف انت في اوروبا الدنيا بدري بدري يعني. قبل الغروب شوي تلاحظ طبعا العرسان كلهم هنا يجون يتصوروا، لانه عشان الكنيسه في برلين الرئيسيه هنا، فكلهم يبغون يسجلون في الكنيسه. طبعا الزواج هنا انك انت لازم تسجل في الدوله، ولو تبغى تسجل في الكنيسه تسجل يعني. اي بانك تكتب كتابك في الحكومه. اي نعم تكتب كتابك، بس هذا عند الحكومه شيء اساسي يعني. ثم من عاد كيفك تروح تحتفل في مطعم في كنيسه؟ بالضبط، وفي بعضهم يصلحون زواجين يعني، زواج عند الحكومه او بالاصح كتب كتاب عند الحكومه وكتب كتاب في الكنيسه. ويزوجهم ذاك اللي انا اتيته صلاحيه. اي نعم، وكتابهم ويدك ومنديل و زارين معهم خوات. يعني حتى الالمان يعني ترى عندهم شغله ثانيه هم بالزواج هنا. انا ما ادري، ممكن حتى برضه الاوروبيين كلهم ترى الزواج عندهم هذا شيء مقدس. لا جدا حاجه ثانويه يعني. بعد الثلاثين يبدا يفكروا في الزواج. اي بس في النهايه يتزوجون. ومو شرط. مو شرط اكيد. مو شرط، بس انه اوكي انا اهم شيء عندي انه على قولهم يكون عندي رجل معاه يعني كصاحب، يعني مو كزوج. تعرف العلاقات راح تتكلم عن الانثى. اتكلم الانثى او الرجل كله. اي فما ما اي بس انا عند اوكي عند الاناث اكثر من الرجال، لان الرجال اوكي ممكن يبغوا يتزوجوا بس مو مره، مو باكبر همه. اي مو باكبر همهم، لكن الحريم اغلبهم هنا اكبر همها الشغل. يبغوا يثبتوا نفسهم هنا. إيه في الدولة. إن في ألمانيا أو في برلين إلى الآن الـ الـ المرأة أو النساء يعملون كأقل في المهنية. مظبوط مظبوط، إن هم في الوظائف إنه لا يزالون يعني أقل، مو أقل لكن أقل من الرجال. يعني لسه ألمانيا ما هي من الدول اللي مرة عندها المساواة بين الرجل والمرأة في التوظيف يعني. أوكي. أي نعم. فإذا ممكن لو يتوظف واحد وواحدة في نفس المنصب راتبه يكون أعلى منه. ممكن أنا والله ما أدري، بس ما عندي خلفية أنا مو أو أو أصلاً. لكن لا ما أتوقع إنه يكون في فرق مثل يعني، هي دولة حريات وما أتوقع إنه ممكن يقبلون مثل هذا الشيء، لكن هو الكلام إنه هي الصعب توصل. أوكي. أصلاً المنصب هذا العالي يعني. أوكي. يعني يمكن لاحظت هذا الشيء في برلين، ترى عندهم كلاب مرة كثير. مرة. بالضبط. المجتمع الألماني نفسه منغلق بزيادة على نفسه. بالضبط بالضبط، الناس هنا يعتقدون أن فقط المجتمع المسلمين العرب هذا الشيء فقط المسلمين في ألمانيا، حتى الألماني يعني حتى على حتى مع الأوروبيين. طبعا هذا بسبب الحروب اللي مروا فيها، انتهت الحرب طبعا خسروا كثير من شبابهم من رجالهم. بعد كذا يعني الحرب انتهت بس الحياة لسه ما رجعت. قسمت الدولة إلى قسمين، قسم يتحكم فيه ثلاث دول، قسم يتحكم فيه دولة واحدة اللي هي الاتحاد السوفيتي. ثلاث دول وشو؟ الثلاث دول اللي هي بريطانيا وفرنسا وأمريكا. أوكي. وحتى برلين نفسها، برلين قسمت برضو أربع أقسام. أوكي. برلين هي كانت داخل ألمانيا الشرقية اللي كان يسيطر عليها الاتحاد السوفيتي. نفس برلين قسمت أربع أقسام، جزء الاتحاد السوفيتي وثلاث أقسام الدول الثانية، يعني نفس تقسيم ألمانيا. فكان اللي بعد جدار هذا تبع الاتحاد السوفيتي. اللي على اليمين الجدار اللي هو الشرقي، نعم تبع الاتحاد السوفيتي، والجزء الآخر اللي هو أمريكا وبريطانيا وفرنسا. فرنسا. مزبوط. فحتى لما انتهت الحرب حوصروا بين جدران في عام 1961 لما بنوا الجدار. أنتم يا حقين؟ برلين الشرقية. إيه حقين الاتحاد السوفيتي. إيه نعم حقين الاتحاد السوفيتي. طبعا ما شافوا الحياه، قاعدوا طول عمرهم بعض، طبعا ما كانوا يقدروا يتكلمون. اوكي كان يجيهم اللي يبغوا لكن ما حد يقدر ينتقد، ما حد يقدر يتكلم. مسكوك عليه. ليش تشغل الدفايه؟ ايوه خلاص انت شغلت لازم تدفع. اوكي احنا السكن طلاب، احنا هذه اصلا قدها محسوبه يعني. طول السنه يعني. لا بس ليش يعني انا ابغى اشغل الدفايه يا اخي؟ انا مثلا اوكي حر، انا ابغى احتر زياده. لا انا كذا ما في انه هذا اسراف وهذا تبذير للمال، ليش احنا نستخدم طاقه كثير؟ طبعا هنا يهتمون كثير كثير بسالفه الطاقه يعني، يحاولون انه يقتصدوا مره كثير يعني.
هاي السيارة تطفى لو وقفت، اللمبات تطفى إذا ما أدري وش سويت، كل شيء يطفى على طول. بس في النهاية لازم يراعون شعور اللي جاي من الحر واللي عندهم صيف يعتبر برد. بالضبط. والله يعينكم صراحة. عارف لأنهم الطاقة عندهم هنا مكلفة، لأنهم يعتمدون بشكل كبير على الطاقة البديلة يعني. إن عندهم يعني أنتم سافرت بين المدن كثير وممكن لاحظتوا إنه يعتمدون بشكل أكبر على الطاقة، طاقة الرياح. وبرضه إنه عندهم الطاقة اللي هو الطاقة الشمسية عن طريق الخلايا الشمسية. يعتمدون عليها كثير يعني. طيب يا عد بسألك ليش معليش بس اسمها خربط، مختبرات طبية؟ لا بالضبط، مختبرات طبية، طب مختبرات، طب مختبرات. اوكي ليش في الماستر ولا انت قصدك من البداية؟ لا من البداية. من البداية طبعا احنا عندنا بالعائلة يعني مرة الكل في القطاع الهندسة. اوكي فتعرف لما يكون شيء مستنزف في عائلتك انت خلاص انت جد تكره شيء، مليت. ايوه مليت انه تبغى تاخذ اوكي انا بروح شيء ثاني يعني. اوكي مختبرات طبيه، طب مختبرات. اوكي فقلت ايش، قلت انه انا مايل للتخصصات الصحيه. وغير كذا عارف انه احنا لما كنا صغار اصلا دائما تعرف تسمع في العيله كلمه الطبيب، الطبيبيه هذا، الطبيبيه. اوكي هذه تكون صغير انت لكن برضو انه لها تاثر شوي. لها تاثيرها بالضبط. واخترت التخصصات الصحيه طبعا، قدمت انا على طب كذا كذا جامعه، انقبت في بعضها لكن كانت بعيدة عن المدينة، ما كنت أبغى أروح بعيد عن أهلي. فروحت مكة ودرست المختبرات، فقالوا أنه تحول متى ما بغيت، لكن زي تقول عجبني التخصص أنه خلاص وجدت نفسي فيه. لا هو 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 فعلا الوضع كذا، وهذه ممكن الحاجات السلبية اللي ممكن تكون في تخصص طب المختبرات، أنه إحنا عندنا التعامل يكون فقط مع الأجهزة. ما تعاملون مع أوادم؟ أي ما تتعامل مع أوادم، مع أوادم، مع عينات، مع تدخل عينات والله ما عندهم. نعم سلام. والله ما ادري وين وقفنا. فهذه من الحاجات السلبيه يعني في تخصص طب المختبرات. انتم زي انت يعني لو 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 دعست مره تصير زي دكتور هاوس مسلسل. لا بس على الاقل الدكتور هاوس يعني يقدر يصرف، احنا عندنا ما تقدر تصرف ادويه، ما تقدر تسوي. بس نفس الوضع يعني؟ نفس الوضع. علم امراض مدري. علم امراض هذا احد التخصصات في طب المختبرات. اوكي بالضبط. اي فانت ان شاء الله بتدعس؟ انا ان شاء الله بدرس وبحاول ان شاء الله، طبعا الخير في اللي ربي يكتب، لكن انا اللي حاطه هدفي اللي قدامي اني اشتغل في الجامعه يعني وليس في المستشفى يعني. اي بس انك في الجامعه تسوي ابحاث وتسوي اشياء بالضبط، تدرس طلاب يعني، تضطر دائما انك تقرا، تضطر دائما انك تطور نفسك عشان الطلاب يفهموا زي الناس، لازم تقرا الابحاث الجديده. ليش تبي تنتقم؟ تعرف انه الدكاتره اللي ما شرحوا لك زين. والله تقدر تقول كذا. طب انتقام جيد هذا، انتقام ايجابي. اياد يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. شكرا لك، كان شرف لنا والله حبيبي. وصراحه كانت ماده جيده اثريه. واحدة من المواقف الطريفة اللي صارت لي في ألمانيا كانت في سنة تعلم اللغة في البداية. في من أول ما جينا في ألمانيا يعني ما كنت أعرف صراحة أطبخ أبداً، فاضطرينا كل يوم نأكل في مطاعم. فصلنا في المعهد نسأل المدرسين ونتعلم نركز خاصة على مفردات يستخدمها الناس في المطاعم خاصة. فمرة رحت أنا وواحد من الشباب لمطعم. في مطاعم هنا في ألمانيا كل بعد 5 دقائق تقريباً أو 10 دقائق من الأكل يرسلوا نادل يقول لك فولن زيبت سالن، هذه معناها تبي تحاسب. فالرد على طول إحنا لا، لأن إذا ما خلصنا الأكل. في يوم من الأيام رحنا المطعم، جات النادلة قالت جملة غريبة أنا وصاحبي ما عرفناها، فقلنا شكل هذه معنى ثاني لفولن زيبت سالن تبي تحاسب. فقلنا لها لا، راحت النادلة وهي زعلانة. استغربنا
شوي جاء واحد نادي الثاني قال ايش المشكله، تكلم معنا بالانجليزي، قلنا له ما في مشكله ايش صار، قال النادي اللي سالتكم الاكل عجبكم ولا لا، وهل خدمتك كويسه ولا لا، قلنا له جبناها الرد مباشر قلنا له لا. صراحه دخلنا موقف غريب يعني، قلنا له والله شوف احنا ما نعرف الماني بس كنا يعني بنطبق اللغه الالمانيه وما ادري ايش قالت، حسبناها قالت تبغى تحاسبه، لكن طلعت الموضوع ان هي تبغى تشوف كيف خدمتها لنا وهل الاكل عجبنا ولا لا. جاها رد مباشر على طول لا ما عجبنا. طب ليش انت اخترت تخصص هذا؟ يعني انت الحين خليني بسألك سؤال، انت الحين في ثالث ثانوي اوكي تخرجت بتدرس بسوي روبوتات ايام وانت صغير اوكي سألهم ايش كيف الكمبيوتر شغال يقول لك 1-0-0-1-1-0 ايه ايش ايوه. طب فهمت ايش من هذا؟ فهمت شيء بالله ولا سلكت كذا؟ لا عرفت ان 1-0-0 هذا شيء بعدين 1-0-0-1 هذا شيء ثاني ايش طيب يعني صفر هذا كذا شغال صفر. هو المفروض اتقبل هذا الجواب؟ لا انت مالك دخل، انا مالي دخل لما اشتري ايوه ما هنا الفكره، انا ما احب اني ما افهم في شيء انه ما اعرف كيف يعني انا اول يعني كان تلفزيون يحيرني كيف شغال برضو من نفس التخصص، فهمت كيف تلفزيون شغال، هو مو شرط انه لازم تدرسه عشان تفهم، بدك تقرا شويتين بس يعني حلو ان انا حبيت انه افهم كل شيء في الكمبيوتر يعني. فبس انك ما اتجهت على طول انك تدرس روبوتات، كنت تدرس لا ما هو تخصصي عشان انه كهرباء مع برمجه، فهذا يعني يترجم بالزبده يعني. متى قلت انا ابغى هذا الشيء؟ ما انا بعد ما خلاص انه هتخرج اكتشفت انه لو درست شيء زي كذا ايش ينفع تشتغل فيه؟ روبوتات اوكي، لانه المبرمجين البرمجه في النت ما يحتاجوا كهرباء، ما هتدرس سيركتس وما هتدرس فاهم إيه. واللي يدرسوا كهرباء ما عندهم برمجة ما يفهم يعني ما يسووا كريدات ولا بوردز ولا أي حاجة. فأنت دخلت الثنتين قررت أنه أدخل مجال الطب بعد ما تخرجت من الثانوية، قدمت على الابتعاث وقبله طبعا قريت عن التخصصات، كان في بالي أول حاجة هندسة بس ميولي مره ما في له اي فيزي، لو كنت دخلت هندسه كنت انه غالبا الهندسه من احد المواد الرئيسيه فيها ان ما كان اغلب المواد التخصصات الهندسيه فيزياء وانا مالي فيها صراحه ما احبها، ف المجال الطبي بالنسبه لي احسن، في له اختلاط اكبر، في له تفكير اعمق، في تدبير لخلقه ربنا سبحانه وتعالى. عبد الرحمن انتوا هنا تلعبون صح؟ كيف نلعب يعني؟ مل في ملعب فيه يعني هذا بس عادي عادي خليك معنا عادي. ايش الجو؟ ايش الجو؟ انت طالب هذا زي ما عمل تطوير الروبوتات انا تسوي يعني تستعد ولا ايش تسميه بالعربي اختبارات. فانت تدرسون هذه الاشياء الالعاب هذه يعني هو ممكن تسميها العاب ممكن تسميها روبوت يعني في ناس تشوفها يعني تشوفها العاب. هذا بيحاول الحين ما ادري اذا حديك عرض بس هذا عندك مثلا هذا روبوت حاليا جالسين هذا تحسه روبوت هذا جالسين يطوروه حاليا هذا وزنه 700 كيلو واو اي شيء يعني عشان يسوي ايش؟ يعني هو موضوع يضحك شويه بس حاليا انه بده يفتح الثلاجه يجيب لك مشروب ويجيك 700 كيلو عشان يفتح لا بس هو مطور عشان شيء يساعد المعاقين يعني فيقدر يشيل اوزان. اول ما جيت هنا على اساس اني راح ادرس تخصص طب اسنان جيت هنا يعني كنا منشغلين اول ما جينا في مساله اللغه اكثر من مساله وش التخصص اللي راح تدرسه بعدين، مع انه قبل ما نجي هنا قالوا لنا ان اي تخصص تبغاه راح تدرسه. قبل سنه اللغه ثلاثة أشهر جو قالوا لنا في سنة تحضيرية، وهذه السنة التحضيرية تكون نفس المواد اللي تدرسها أنت في السعودية في الثانوي أو في آخر سنة في الثانوي بس بالألماني. تخرجنا من السنة التحضيرية جينا على فترة التقديم، أول مشكلة كانت ما كان من يعني مشكلة ملحقية أو شيء، كان المشكلة من النظام هنا، خلصنا الاختبارات وكل شيء وكان
نتائج الاختبارات تطلع بعد نهاية تقديم على الجامعة، فاضطرينا ننتظر سمستر كامل. هذا السمستر يعني درسنا فيه لاتيني على أساس أنه لسه الخطة أنه راح ندرس طب أو طب أسنان، وراح يكون نحتاج فيه اللاتيني والمصطلحات اللاتينية. قدمنا على الجامعة، طلع طب الأسنان أصعب من الطب البشري أنك تحصل قبول فيه. أغلب القطع اللي يحتاجوها ولا شيء عشان روبوت بيسووا لها 3D printing هناك. وين؟ خلينا نشوف. قبل الأشياء أمس اللي عندكم تصنعونها هنا. يعني مو كل شيء بس يعني أشياء صغيرة، يعني قبل يومين طبعوا أصابع عشان روبوت. يعني التكنولوجيا صارت طوي تسمح لك تستخدم أشياء كتير حالياً. أنتوا من متى كم لك تدرس في هذا المجال؟ 5 سنين. أوكي. يعني ما أدري أنا صراحة ليش أبغى طب، لكن أحس ميولي لهذا التخصص من زمان. أنا تقريبا من المتوسط وأفكر في الطب واستمرت الحمد لله. طب يعني كانوا حتى بعض الناس يقول أنت راح تغير لحين كلام أنت صغير، لكن ها جيت ألمانيا ومستمر على الطب إن شاء الله. أنا إن شاء الله جراحة قلب مفتوح إن شاء الله، لكن خلينا حاليا نستمر في دراسة اللغة اللي حالها 7 سنين دحين حتى أخلص الجامعة. التخصص إن شاء الله يمكن يتغير فكري في الطب بعد 7 سنين هذه. ما شاء الله. طيب هذا بيتحرك ولا؟ هذا والله ما أدري إذا هو حدين عرض الحين، بس أنا شايفه هو جاء حط كورة وحمسنا. أيوه شوي. هذا اللي يسوون المباريات معهم. هذا كان اللي هو مثلا لو تحطه هنا يمدي يشوت الكورة يدخلها في الباب في الأحرف اللي هناك لحاله، يعني من غير ما ويشوف هو الكورة. ايه هو شايف الحين الكورة، بس ما ادري اذا حيقول له يلعب ولا لا. وعنده هو يشوف الأرضية يعرف فين الهدف وفين كل شيء. فهذا اساس كده انتم محددين للخطوط هذه. طب لو واحد يبغى يشتري واحد زي هذا؟ ما هذا حاليا ما ينباع، بس انه في اشياء في روبوتات انباع حاليا للعب. وش قدراتها؟ على حسب الروبوت اللي تشتريه. اتوقع ذاك الكلب ينباع عادي يعني. انا شفته هذا في النت. بس ما ادري اذا ايش مديري يوريك حاجه ثانيه ولا هو حيسوي عرض. خلينا نسأله. ما ادري. خايف منه؟ لا بس عشان ما ابغى اسجل دحين اليوم اصلا دوام وهالشيء. الطب يعني كان عندي انا علاقات، يعني عندي مرض وجيت وفي المستشفى واجد صرت واحتكيت مع اطباء، وعندي من بيتنا اختي دكتوره وخالي دكتور، فاعرف هالشيء واعرف شوي تفاصيله. هو زين يعني تخلي الواحد تعبان تخليه يبتسم، شيء جميل. Right, we're done. Thank you very much and sorry for the disturbing. No, no, is he gonna shoot the kick the ball? Sure. Can try, but I'm not مال نفس. ان اتعب، انا كنت تعبان اروح المستشفى واشوف العلاجات دكاتره وتعاملهم كيف الواحد كنت تعبان تعال يطلع زين ما في شيء يعني، وانا من نفسي كنت ادعي لهم بالخير، فانا نفس الشيء اسوي للناس نفس الشيء وادعوا لي بالخير، ويعني اصير اساعد الناس واكون شيء يعني. وهو يحمل رساله زينه ومكانه عاليه ونفس الشيء يعني. الدكتور الطب يعني بشكل عام ما يوقف دراسة إلين آخر شيء، كل مرة بحوث أشياء جدة تطلع أشياء يعني تقعد مخك لازم كله يشتغل، فهذا زين للصحة بعد توقع. Maybe if you come with the camera here. تعال اخر عنك. It's okay. It's just a kind of fun with the ball. It's okay.
ولا متى يقعد يدور كذا؟ هو عادة يسوي سكان للملعب كله أول شيء قبل لا تبدأ المباراة عشان يعرف هو فين موقعه. أوكي. فمثلاً فدحين في مكينة وفي زحمة هنا في الموضوع ف... بس أيوة توقع أيوة إنه طلع. أيوة. No. Okay. Thank you very much. Thank you. قابلنا ملاني زكيت يا عارفي فيني شاو تزين يا وين وانتين زيتن وان يا بس كيت ميزن طاق نيش سو فيه قبوست بادي صديقة أسامة ميلاني زملر هي برلينية ولدت وعاشت في برلين تدرس فنون مسرحية. تحمست ميلاني يوم قابلتنا وبدينا كالعادة نسولف عن السعودية وعن ألمانيا وعن بثارة السعوديين وبثارة الألمان. رأيها هي كان أن السعودية قبل ما تعرف علي أنه الناس في السعودية يعني مجتمع مغلق ويعني عندهم يعني نوع من الغنى أو أنهم يعني كمان يعني الواحد ما كان يسمع عنهم كثير غير في الأخبار بس أشياء بسيطة يسمع عن الجو الحار اللي عندهم يسمع عن مشاكل اقتصادية يعني أشياء ما هي مهمة الواحد يسمعها أساساً. Okay, und was hast du dann durch mich halt gewusst von Saudi-Arabien? So was? Ich habe überhaupt erstmal kennengelernt, dass es auch eine reichhaltige Kultur. نستمتع كل مرة نسمع آراء حول السعوديين خصوصا إذا ما كانت آراء مكررة. الأوروبيين شغلونا كل ما سألناهم عنا يعطونا التعليق المعتاد أصواتكم عالية. يعني هذا كان رأيها الأول عن السعودية لكن بعد ما تعرفت علي تعرفت على كمان أصحاب كثير من السعودية اللي أنا أعرفهم ودائما أمشي معاهم رأيها تغير عن الموضوع هذا بحيث إنه يعني رأيها الآن عن السعودية إنه بالعكس هذول الناس منفتحين ناس عندهم يعني روح رياضية يتقبلوا المزاح يتقبلوا الـ يعني ما عندهم حواجز كثير Und das merke ich bei dir auch, weil du, wenn wir zusammen irgendwo hinlaufen oder sowas, dann bist du immer 50 Meter hinter mir. Die Araber laufen viel, viel langsamer als die Deutschen und ihr wisst, ein bisschen schneller. Ja, aber das stimmt auch nicht so ganz. Ihr läuft auch ein bisschen zu schnell. طبعا تقول في حاجة كانت هي يعني من أول ما توقعها من السعوديين إنهم ناس تحب يعني ما تمشي بسرعة من مكان لمكان تمشي دائما على مهلها تتمشى بشكل بطيء فيعني هذه الصورة ما تغيرت هذه الصورة باقية إلى الآن إنه السعوديين يمشوا بطيء فعلا الصدق ما أدري من وين طلعت لنا ميلاني بسالفة المشي البطيء خصوصا إنه من طب بين أوروبا وحنا نراكب بين المدن من مبتعث لمبتعث طبعا من الاشياء اللي الواحد متبادل عندنا في السعوديه عن الالمان انه هم شعب جادين شعب يعني ينتبهوا على الوقت وما يحبوا التاخير وما يحبوا المزاح وكل شيء عندهم له علاقه بالعمل والجديه aber ja okay wo ich dann hierher gekommen bin das war denn aber völlig anders ich meine wenn man dann doch arbeiten muss dann لكن الشيء الواقع عن الألمان إنه شعب جاد وقت العمل خارج الدوام ناس تانية تقلب يعني يمديك تمزح معاهم يمديك تتمشى معاهم يعني شعب جدا منفتحين يتقبلوا المزاح ما عندهم أي تعقيد أو ما في أي شيء من الصراحة قابلني من العنصرية مثلا أو شيء زي كذا meinen Lieblingsplatz in Berlin zeigen, nämlich das ist der Vorplatz der Volksbühne, die du hier hinter dir siehst. Das ist eines der wichtigsten Theater in Berlin, wirklich das Avantgarde-Theater. Und wenn man nach Berlin kommt, sollte man hierher gehen und sich etwas angucken, wenn man etwas über die deutsche Bühnenkultur lernen möchte. المكان هذا بالنسبة لها مكان جدا مفضل هنا المسرح حق برلين
مكان جدا كبير ورائع بالنسبة لها، يعني أي واحد يجي برلين من رأيها إنه لازم يكون شاف المنطقة هذه. برلين طبعا رأيي في البداية كان عن برلين إني أنا هنا لي طبعا سنتين، وبرلين مدينة تعجبني صراحة بسبب الناس اللي فيها، بسبب المجتمعات الاختلاطات الكثيرة اللي فيها والراحة يعني في أشياء كثيرة متوفرة في برلين الواحد ممكن يسويها ما هي موجودة في أي مكان تاني، أو ما هي بالسهولة هذه في أي مكان تاني صراحة. هذا رأيي أنا، وطبعاً رأيها هي نوعاً ما نفس الرأي، إنه برلين فيها نشاطات مختلفة، فيها يعني الواحد ممكن يسوي حاجات كثيرة في برلين ما تطفش منها يعني. طبعاً في كان في البداية أول ما تعرفنا على بعض كنت دائماً أحكيها عن سيارتي وسيارتي، ودائماً كنت أطلع بالسيارة وكذا. طبعا هنا في ألمانيا الناس ما هي متعودة على استخدام السيارة بشكل يومي زي عندنا في السعودية وكذا، لا في اختلاف، هنا الناس تمشي مشي، تستخدم دراجة. طبعا أنا اضطريت إني أتعود على الشيء هذا، الآن عندي برضو دراجتي، نطلع سوا مرات، نطلع بس تمشي كذا نلف حولين برلين بالدراجة، يعجبني صراحة التمشية بالدراجة حولين برلين وكذا. بعد مجموعة كبيرة من الآراء عن السعودية والسعوديين في رحلتنا الأوروبية، اكتشفنا أنهم ما يعرفون عنا كثير، لكن متحمسين لأن أودهم يعرفون أكثر. ميلاني ما خلت شيء ما سألت عنه. صح أن المسلمين يحجون عندكم في مكة، صحيح عندكم قبائل، صحيح ما عندكم ضرائب، وأن بنزينكم رخيص. ثم تفاجأنا بواحد يمشي ببطء. أول ما حس إن سعوديين طب علينا وشغلنا بداعش وبسوالف كثيرة ما أدري وش تبي. أسامة وميلاني شرحوا له أن فهم الأمور غلط، وأن تصوراته عن السعودية بعيدة عن الصحة، وأن حبيبين وكويسين بس أصواتنا عالية أحيانا. بعد الشرح والنقاش الرجال اعتذر وشكرنا وكمل طريقه. في نهاية رحلتنا في برلين جاء دوري أقول رأيي. البرلينيين يحبون مدينتهم ويتغذون على الثقافة والفنون والأكل الزين، سكانها من كل بلدان العالم ويعيشون حالة تعارف مستمرة، أهل البلد تعاملوا معنا هنا بلطف وودية واحترام. والآن جاء الوقت اللي نودعهم فيه ونودع مدينتهم الجميلة برلين.